مزارع سوري نقل تجربة زراعة فاكهة من السعودية إلى سوريا لتتغير حياته تماماً، حيث نجح في ابتكار مشروع غير مسبوق مكنه من تحويل الفاكهة إلى ذهب أخضر ليحقق نجاحاً مبهراً. فما القصة؟ استمراراً لمحاولة المزارعين السوريين تجربة أنواع غير تقليدية من الأعشاب والمحاصيل والفاكهة لتحقيق أرباح معتبرة بدلاً من التقليدية التي لم تعد تؤتي ثمارها. وضمن هذا السياق تمكن مزارع سوري يدعى أبو أحمد ويقيم في المنطقة الوسطى من سوريا، تمكن من ابتكار مشروع زراعي مهم غير حياته تماماً. المزارع السوري فكر خارج الصندوق وتوصل إلى فكرة غير مسبوقة، وهي تجربة زراعة شجرة اللوز الخليجي في سوريا. وما ساعد المزارع السوري على تطبيق تلك الفكرة على أرض الواقع رغم الاختلاف الكبير بين اللوز الخليجي واللوز السوري هي خبرته التي اكتسبها أثناء عمله كمزارع في المملكة العربية السعودية، وتحديداً في القطيف، حيث تشتهر تلك المنطقة بزراعة ما يطلقون عليه اسم اللوز القطيفي، حيث عمل المزارع السوري في زراعة اللوز الخليجي لأكثر من عقد من الزمن. وبالفعل بدأ أبو أحمد في تطبيق فكرته ونقل تجربة زراعة اللوز الخليجي إلى أرض سوريا قبل عدة أعوام، حيث اختار قطع أراض يملكها شرق مدينة حمص ليجرب زراعة هذا النوع من الفاكهة الصيفية. قام المزارع بتهيئة الظروف المناسبة لزراعة هذا الصنف من الفاكهة، وبالفعل نجح المزارع السوري في تحويل تلك الفاكهة الصيفية إلى ذهب أخضر من خلال الأرباح التي حققها بعد نجاحه في زراعتها. المزارع لم يكن يتوقع هذا النجاح الضخم، حيث بدأ بزراعة اللوز الخليجي قبل عدة أعوام، وها هو اليوم يجني أرباحاً معتبرة من وراء ثمار هذا الصنف المميز من الفاكهة. وبسبب النجاح الباهر الذي توصل إليه المزارع السوري، بدأ يبيع اللوز الخليجي الذي زرعه في أرضه إلى أفخر المتاجر والفنادق، والتي باتت تطلب هذا الصنف بشكل مستمر. وبعد نجاحه محلياً في بيع اللوز، بدأ يصدر الفائض إلى دول الخليج، حيث لا يكفي إنتاج منطقة القطيف في السعودية من اللوز لتلبية احتياجات السوق الخليجية. حول أرباح ذلك المشروع، فأشارت التقارير إلى أن صندوق ثمار هذا النوع من الفاكهة وصلت إلى حوالي 330 دولار أمريكي، أي ما يعادل نحو 1250 ريالاً سعودي في هذا الموسم، حيث إن موسم هذه الفاكهة يبدأ خلال شهر أب أغسطس، بينما موسم اللوز السوري يبدأ خلال فصل الربيع.